السلام عليكم الإخوة الأخوات، هذه الجزيئة ديال الزهراء في الشطر واحد في تامن سولت، مقابل مع واحد الساس سكني حداها من مورا ديال الثانوية ديال ولي العهد. فقبل ما نوري لكم الساس بين نعطيكم بعض المعلومات على هذا السيد اللي عنده هذا الساس. هذا هو صديق ديالي سمسار وصديق ديالي، فعندو بطبيعة الحال واحد لاشين ديالو توا في اليوتيوب. يلا بداها، تنتمنى على انكم تدعموه. هذه لاشين ديالو في اليوتيوب، وكالة عقارية تامن سولت. بالنسبة للفيديوهات راه يلا بدا تقريبا، يلا بدا لاشين ديالو حط فيها شي 3 الفيديوهات، وتيحط فيها كاع المستجدات ديال السيسان في تامن سولت. الله يعاونو، حنا تعاونو مع الجميع صراحة، وخاصة لكان صديق ديالك بطبيعة الحال راه غادي توصل ليه توا الميساج. غادي نخلي لكم الرقم ديالو في الفيديو، الرقم الهاتف ديالو هو اللي عنده هذا الساس هذا، وغنعطيكم معلومات على الساس بطبيعة الحال. فعودة للساس، الساس غادي نعطيكم معلومات ديالو. دابا كاين واحد الساس هنا هو اللي حابس هاد الزنقة هادي، وعاد كاين الساس لداخل شوية. فالساس غادي نعطيكم عليه معلومات. فيه 64 متر كاري مربع، هذا هو باش مزيان، فيه 8 على 8 مربع. هانتوما غادي ندخلوا الساس، غندخلوا مع هذه الزنقه. الساس هو هذاك اللي تيبان على اليمين، راه هو اللي فيه هذيك البودره ديال الضو. كي قلت لكم الساس فيه 64 متر، 8 في الواجهه و 8 في الغرق، ما فيش جوج فرصادات، فيه فرصاده واحده هو سكني، والوضعيه ديالو تعويض فلاحي تيكونوا ما فيهمش مشاكل، مزيانين. ولكن اللي مهم هو انه كتشري عند النوطير، وهو هذا الساس هو شتيه، فيه 8 متر في الفرصاده، وفيه تقريبا بالنسبه للثمن 23 مليون في السميه، 23 مليون ونص. هو قالك 23 ونص يعني ويد قد 23.5 مليون في السمية، يعني في سميتك انت ما تتعرفي تعطي 23 مليون ونص وتقلب لك في سميتك، ما تتعرف حتى شي حاجه، لا مصاريف لا حتى شي حاجه نهائيا. هو هذا الساس انتما تتبان لكم الزنقه. بالنسبه للهاتف ديال السي عزيز هو 06-62-11-81-17. وكي قلت لكم تنتمنى على ان الاخوان يعني حتى ما غاديش تخسر حتى شي حاجه، لا تساعدتي مع الاخوان مع الناس كاملين. انا بعدا صراحه تتعاون مع الجميع، اي واحد مثلا الله بدا وسميتو تتعاون معاه بطبيعه الحال، ما كاين حتى شي مشكل. يلا تنشكروا جميع الاخوان، وتحيه للجميع، شكرا والسلام عليكم.